يفتتح النسق الجوي الأول لطائرات التكوين والمخلد المجاهد الراحل محمد بوضياف بعبور سرب قوامه 12 طائرة للتدريب القاعد والمتقدم من طراز لام 39 لتنفث في سماء الاستعراض دخانا متجانسا بألوان الراية الوطنية رمز العزة والبطولة ووحدة الشعب. يؤديه صقور الجو حرصا منهم على السمو بالعلم الوطني عاليا في سماء العز والمجد وفاء لرسالة الشهداء والمجاهدين وفخرا بالانتماء إلى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. في سماء الاستعراض يتقدم تشكيل التغطية الجوية بقوة لسبع طائرات للتدريب المتقدم لطيران القتال من طراز ياك 130 في تنسيق وانسجام مثالي. إنهم صقور الجزائر دروع الوطن. رجال لا يهابون الصعاب يؤدون مهامهم بكل فخر واعتزاز. حماية بلادنا مبتغاهم وأمن شعبنا غايتهم. عبور يجسد وبدقة عالية كل تدابير التحضير تنفيذ مثل هذه المهام مع الاحترام الصارم لمقاييس السلامة وأمن الطيران. في الأجواء الآن سيقترب للمرور من أمامكم تشكيل جوي مكون من ثلاث طائرات للتدريب المتقدم لطيران النقل وضمان مهام الاتصالات الجوية من طراز سين 90 في تنسيق وانسجام عالٍ. إن هذه الاحترافية في الأداء هي ثمرة تكوين نوعي وتحضير جاد ومتواصل للأطقم وتحكم عال في الوسائل الجوية ومعداتها الحديثة. سيتواصل العرض الجوي بعبور تشكيلات تجسد قدرات وحداتنا الجوية على تنفيذ مهام إسقاط القوات بعبور مخلد للشهيد البطل ديدوش مراد حيث سيتقدم في انسجام عال في أجواء الاستعراض سرب بقوام ثلاث طائرات للنقل من طراز بيو 350 الموجهة لضمان مهام الاتصالات الجوية البحث والتصوير الجوي وتنفيذ المهام الخاصة للنقل. يتم التحليق في انسجام مثالي بين الأطقم وبدرجة عالية من الكفاءة في الأداء مع الاحترام الصارم للارتفاعات والسرعات المحددة. يليه تشكيل جوي مكون من ثلاث طائرات متعددة المهام للنقل والإسطاع الجوي من طراز
ب 1900، طائرة لها القدرة على التحليق في الظروف المعقدة لتنفيذ مهامها بدقة عالية ضمانا للسرعة في الحصول على المعلومة وكشف نوايا العدو وأعماله القتالية المنتظرة. تشكيل يبرز التنسيق العالي بين لطقم والتحكم الأمثل في الوسائل ومنظوماتها المتطورة لضمان مراقبة جوية محكمة في المجالات السيادية الوطنية. تشاهدون في سماء الاستعراض سرب بقوام 3 طائرات للنقل ذات القدرة على التحليق على الارتفاعات المنخفضة. تتقدمه طائرة C-130 المعصرنة مرفوقة بطائرتين من طراز C-295. عبور يبرز مستوى التدريب المتقدم لأطقمنا وكفاءاتهم في تنفيذ مهام الدعم اللوجستي. وتنفيذ مهامهم بمختلف الوسائل الجوية للدفع الموقوت بالقوات والمعدات إلى مسارح العمليات بالدقة المطلوبة باحترام المسافات وتوقيت العبور. يتقدم أمامكم تشكيل بقوام 3 طائرات للنقل التكتيكي C-130 المعصرنة في الأجواء. تتقدم طائرة التموين اليوشين 78 في تشكيل خماسي طائرات سوخوي 30 لتنفيذ عملية التزويد بالوقود الجوي. هم رجال قواتنا الجوية، رجال ما بخلوا يوما بجهد في سبيل الوطن، يؤكدون أداء مهامهم بكل أمانة وصدق لبلوغ أهدافهم بكل عزيمة وإصرار. نحن سادة الجو، دروع الوطن، فلا راية تعلو فوق رايتنا في هذا البلد الطاهر. ندافع عنه بقلب شجاع ونفس نبية شامخة شموخ وطننا المفدى. يختتم الجزء الأول للعرض الجوي بعبور تشكيل في غاية التنسيق والانسجام. تنفذ فيه طائرة التموين اليوشين 78 عملية التزويد بالوقود جوا لطائرتين من طراز سوخوي 24. وفي نفس التشكيل قوة ل4 طائرات للدفاع الجوي MiG-29 MM2 تنفذ عملية التزويد بالوقود جوا مع ضمان الحماية الجوية.